أهلا بحضراتكم اللي بيشوفنا في مصر وبيشوفنا خارج مصر. الساعات الأخيرة في عام 2013، رحل 2013 بأحزانه بأفراحه بدماء لمصريين من أعمار كتيرة ومختلفة أريقت في هذا العام، ولكن ساعات ونستقبل 2014 بأمل كبير في مستقبل مشرق، خاصة وأنه شهر يناير هو الخطوة الأولى في خارطة الطريق، خاصة وأنه الشعب المصري هو اللي حدد موقفه في 2013، هو اللي اختار طريقه وموقعه واختار كذلك مصيره. 2014 الأمل فيها منعقد لأن الحاضر يستغيث. السنة اللي فاتت دي حصل فيها حاجات كتير جدا، انتصارات، انجازات، مظالم، مشاكل، وعود براقة لم يحدث منها شيء، وهناك ما حدث، اضرابات، اعتصامات. خلينا نقرأ كل اللي حصل مع ضيوفنا وضيوفكم. الأستاذ طارق الخولي، عضو تكتل القوى الثورية، أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. الأستاذ أحمد كامل، مسؤول الاتصال السياسي للتيار الشعبي، أهلا بحضرتك أستاذ أحمد، كل سنة وحضرتك طيب. هبدأ معاك أستاذ طارق، ورأيك في أحوال الحريات، النشاطات السياسية، وكذلك طريقة عمل القوى الثورية في السنة اللي فاتت دي. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن أولا 2013 بالنسبة لي هو عام بدأ بأولا كل سنة وكل مصر بخير وطيبة، و2014 يكون على مصر أفضل وأحسن بكتير من 2013. سنة 2013 بالنسبة لي بدأت بحالة انكسار، ومصر كانت في الوقت ده ضيعة، وكان كنا خارجين من أحداث الاتحادية الأولى الدامية، وده كان في ديسمبر 2012، واستهلينا العام بأحداث بورسعيد واللي حصل من أن محمد مرسي خرج أعلن حظر التجوال والطوارئ في مدن القناة اللي كسرت محمد مرسي وخرجت على أي حظر تجوال تم فرضه أو شيء، وتلا ده أحداث كتيرة ومهمة لغاية 30 يونيو منها، وهي كانت كلها بتصب في يعني إرهاصات الخروج في 30 يونيو وإزاحة نظام الإخوان، مرورا بقى بأحداث المقطم والزحف على المقر الإخوان، وأيضا واقعة الاتحادية اللي صدمت ناس كتير في سحل حمادة صابر وقتل الشهيد كريستي وغيرها من الأحداث اللي كانت كلها صعبة ودامية لغاية ما جه 30 يونيو. نص السنة بقى رمينا في ظهر ورانا الانكسار، وبدأنا في عملية الانتصار، وابتدينا نواجه صحيح أو ردة فعل اللي احنا عملناه في 30 يونيو، من مصر لغاية دلوقتي بتعاني من أعمال دنيئة ويعني مش يعني إرهابية، دي بقت كلمة بنقولها كتير وبقت قليلة قوي على وصف اللي بيحصل من قذارة هؤلاء والجرائم البشعة اللي هم بيرتكبوها في حقنا كلنا، ووصل بيهم الحال، وده اللي بيعبر عن رؤيتهم دلوقتي لما بيخرجوا بهتافاتهم يقولوا يا شعب يا عرة، يعني وده معناه انهم وصلوا الى مرحلة من المراحل انه يعني للتدني لدرجة انهم بيهتفوا ضد الشعب. وانا مش متصور انه اي فصيل في الدنيا سياسي او غير سياسي او شيء ان يخرج يهتف ضد الشعب، انا ما شفتش ده في تاريخ مصر ولا في تاريخ اي شعوب فيها ناس مؤمنة بقضية ما او بيدعوا القضية ما خاصة بيهم او خاصة بمجتمعهم انهم يخرجوا يهتفوا ضد الشعب، يعني ده ما شفتوش قبل كده. بس ده بيعبر عن التدني الاخلاقي مش بس السياسي اللي هم وصلوا اليه. يمكن كان في ثلاث أطراف أساسية ما تغيروش قوي في 2013 عن 2012. الأطراف الأساسية الفاعلة في الحياة المصرية واللي بتصيغ يعني وضع حالي ووضع مستقبلي هما ثلاث أطراف أساسية: المؤسسة العسكرية والإخوان وأتباعهم والثوار. يمكن دي الأطراف الأساسية اللي حصل على بعضهم تغيرات في عام 2013 أو كلهم اتغيروا في أوضاع. يعني الشعب الثوار أقصد به القوى الشعبية والقوى الثورية. الجزء الأول وهو الجيش، أنا بتكلم على القوى الفاعلة المحركة، وأكيد القوى الشعبية اللي نزلت في 30 يونيو بالضبط. المؤسسة العسكرية
احنا سبناها في 2000 وفي نهاية 2012 وهي ليس على علاقة سوية بالشعب وكانت العلاقة سيئة جدا. في 2013 بدأت العلاقة تتحسن بشكل كبير، واعتقد ان الفريق السيسي قدر بنجاح انه يعيد علاقة الثقة والمحبة ما بين الشعب وجيشه بشكل قوي جدا، وكل ده صب في صالح 30 يونيو. بدينا ننسى القيادة السابقة للمجلس العسكري اللي فات وعلاقة ما وضع ان وضعت القوى الثورية في مواجهة المؤسسة العسكرية، وده أضر بنا جميعا، وان ده عيد صياغته في 2013 وتخلصنا من كل ما مضى من ذكريات سيئة بالنسبة لعلاقة القوى الثورية بالتحديد مع المؤسسة العسكرية. الجزء الثاني وهو الإخوان ظهروا بقى بوجههم القبيح في 2013 بشكل واضح أمام الجميع. ظهرت اللحة المصطنعة بتاعتهم اللي بيحاولوا يخدعوا بيها الشعب، وظهرت حقيقتهم، وقدرنا الحمد لله نسقطهم في 2013. الجانب الثالث وهو هسمع الجانب الثالث أستاذ طارق بعد ما ناخد هذا الجزء من مؤتمر نقابة الأطباء المنعقد الآن. المؤتمر بيدعو لإضراب الأطباء، والهدف هو رفع مستوى الرعاية الصحية في المستشفيات. الدكتورة منى مينا من الواضح أنها بتتحدث الآن، نسمع بتقول إيه ونرجع ونستكمل المشهد معكم. دكتور خالد أمين هو مش طبيب هيستخرج قوي، هو دلوقتي طبيب مقيم يعني اتخرج بقاله سنتين من 2009، بقاله 4 سنين، فهو هيقول لنا مفردات مرتبه. أنا أرجو دكتور خالد وهو بيشرح لنا مفردات مرتبه اللي بعد بيشرح مفردات مرتبه يضيف الحوافز، لأن الحوافز ما هيش بنفس الاستمارة، علشان نبقى بنقدم صورة دقيقة مش بنسقط جزء من الصورة. يعني كلام وزارة الصحة اللي أنا حاولت أفهم هم حاسبينها على إيه. هم حاسبين مرتب حديث التخرج اللي هم حاطينه 3000 ده في نهاية المرحلة اللي هي بعد سنتين مش دلوقتي، وبحد الأقصى للنبطشيات، ومعتبرينه في مناطق منطقة نائية، وياخد يعني ويحطوا ده على إنه الأجر العايزي. المفهوم ان انا لما بحسب اجر الطبيب حديث التخرج هيبقى ايه في حاله معينه، بحسبه على الاجر للطبيب في القاهره مثلا، واقول بين قوسين ان هناك مميزات اضافيه لاطباء المناطق النائيه، لكن احسب على انه في حالات بوشلاتيم، واحسب على انه بياخد الحد الاقصى في النبطشيات، واحسب بالضرايب المخصومه، يبقى انا بقدم صوره غير دقيقه، صوره غير حقيقيه. لمصلحة مين تقديم هذه الصورة؟ لمصلحة تقليب الرأي العام على الدكاترة اللي احنا بنديهم ده كله مش عاجبهم. ليه كده يا جماعة؟ تاني بنواجه الكلام لوزارة الصحة ولرئاسة الوزراء لوزارة المالية، الحلول ممكنة، فقط قليلا من العدل، قليلا من العدل يحل الموضوع. ما زلنا بنقول إجمالي باب الأجور داخل وزارة الصحة إذا تم توزيعه بشكل عادل يكفي لحل المشاكل. ده ما بيحصلش ليه؟ احنا مش قادرين نعرف. ثانيا طلبنا مطلب تاني، قلنا لهم يا جماعه لو ما فيش فلوس احنا مش عايزين فلوس خالص، بلاها فلوس انشروا المعلومات، احنا من المعلومات دي نقدر نقول لكم ازاي تيجي الفلوس. ده مطلب في اجهاد على الحكومه، دايما يتقال ما تجلدوش الحكومه وهي في اوقات فيها مشاكل. المطلب ده في اي نوع من جلد الحكومه؟ المطلب ده ما فيهوش جلد حكومه، المطلب ده في الشفافيه، ماشي، في ضرب التعتيم يفتح ابواب الفساد اكيد، واحنا بنحاول نرتقي بلدنا عايزين شفافيه تمنع الفساد، عايزين عدل. الحاجات دي ما هياش جلد لاي حكومه، هي بالعكس عدل الاوضاع، طال اعوجاجها وان الاوان انها تواجه بحسب. دكتور خالد امين السلام عليكم. أنا خالد أمين، طبيب مقيم نساء وتوليد في مستشفى بلاد برجوب العام، خريج دفعة 2009، يعني بقالي حوالي أنا متعين في 2011، يعني بقالي حوالي سنتين وشوية شغال في إدارة الصحة. طيب ده كان جزء من مؤتمر نقابة الأطباء اللي بيدعو لإضراب جزئي من أجل عدة أسباب، من بينها تدني الرعاية الصحية والمستوى للخدمة الصحية المقدمة للمواطن في مستشفيات كثيرة، وكذلك الكادر الخاص بالأطباء.
يعني هرجع لضيفنا الأستاذ طارق الخولي والجزئية الثالثة اللي كان بيتحدث عنها، وبعدين نشوف رأي أستاذ أحمد كامل وأستاذ طارق في إضراب فئة هامة زي الدكاترة في مصر. يعني من كل أنحاء الجمهورية بيجي ناس علشان يتعالجوا، مش بس في القاهرة، بيتعالجوا في مستشفيات القاهرة من كافة المحافظات. يعني ايه الحال لو جم ولقوا الدكاترة مضربين؟ أستاذ طارق، كنا بنتوقف في حديثنا قبل ما نلقي الضوء على ما يحدث الآن في نقابة الأطباء عند الجزء الثالث الخاص بما حدث وكيفية تقسيم الموقف في 2013. صحيح، وأنا اتناولت ثلاث أطراف رئيسية وإنها كانت فاعلة في 2013، هي المؤسسة العسكرية والإخوان وأتباعهم، والطرف الثالث هي القوة الشعبية والثورية. يمكن أي الشعب لما بينزل، نزل في يناير أو يونيو، في قوة قالت له يلا انزل وحفزته وحددت له الميعاد وهو نزل وهو اللي عمل، لكن في قوة أساسية كان ليها دور في تحريك ده، هي القوة الثورية. أنا بالنسبة لي القوة الثورية خارج من 2013، عشان أنا واحد منهم، فأنا ممكن أتكلم عنهم بدون أي حساسية وبتجريد للذات أو بجلد للذات وتجردا عن أي شيء. أنا بالنسبة لي قوى الثورة منقسمة إلى ثلاث مجموعات لها ثلاث أفكار مختلفة. أنا بالنسبة لي في مجموعة أولى، وبما أني خارج من تجربة مريرة في حركة 6 أبريل، في مجموعة أولى ظهر بقى بعض الأمور اللي ابتدت تظهر أمام القضاء وبيتم محاسبتهم عليها، زي أحمد ماهر أو محمد عادل أو غيرهم، وأنا بالنسبة لي دي مجموعة كانت بتشتغل لصالح نفسها وكانت بتحاول أنها تاخد لنفسها بعض الأمور على حساب ناس كانت بتنزل الميادين أو المجموعة التانية بالنسبة لي، وهي مجموعة متطرفة ثورية عندها فكر خاص بهدم الدولة لبناء من جديد، هو فكر أشبه بفكر الشراكين الثوريين. أنا مختلف معاه، لكن ما أقدرش أخونه أو أقول إنه شيء، لكن أنا بالنسبة لي هو خطأ، فكر خطأ. وده يعني في جزئية المتطرفين ثوريا، واللي في اعتقادهم إني عشان نبني مصر صح لازم نهد كله ونبني من جديد عشان نبني على شكل سليم. المجموعة الثالثة وهي المجموعة اللي بدعي إنها متعقلة ثوريا وسياسيا فيما يتعلق بأنه مصر في حاجة إلى مشروع نهضوي على كافة مستوياته، وأنه إصلاح مؤسسات الدولة لا يأتي بهدمها ثم إعادة بنائها، وإنما يأتي بتطهيرها من الداخل وتطويرها. وده المجموعة الثالثة اللي بتتبنى هذا الفكر. وفي اعتقادي أنه إحنا خارجين في 2013 يعني منقسمة القوى الثورية ما بين هؤلاء الثلاث مجموعات، ويمكن المجموعة الأولى اللي هم أساءوا للثورة بشكل كبير وحاولوا أنهم يستفيدوا منها، بيستغلوا المجموعة التانية المتطرفة ثوريا عشان يعلوا سقف الخطاب ويحاولوا أنهم يستغلوهم للنزول للميادين مرة تانية في أوقات بيحاولوا فيها يخدعوا الناس أو ياخدونا يجرونا لمرحلة أنه من الأفضل أن احنا نتجه بالنشاط الثوري بتاعنا وبما نحمل من طاقة تجاه بناء الدولة وإتمام مؤسساتها الديمقراطية. طيب أستاذ أحمد، هتكلم مع حضرتك عن 2013 من ناحية الإضرابات، بما أننا بننقل دعوة من قبل نقابة الأطباء لإضراب جزئي في مستشفيات في مصر في 2013. شهدت إضراب نتيجة هجوم على أقسام الطوارئ، على دكاترة، على ممرضين، مفيش تأمين كافي، وكان في نداءات بضرورة توفير حماية أثناء تأدية مهمتهم، وده حال يعني مجالات كتير في مصر في الفترة الأخيرة. ولكن إذا ما كان هناك شخص عنده حالة مستعصية أو حرجة أو جاي من آخر الدنيا علشان يتعالج ولقى إضراب، ما حدث من اعتصامات بشكل عام في 2013 ولا زال واضح أن الأمور هتستمر في هذا المسار، حضرتك شايفه إزاي؟ في البداية كل سنة وحضرتك طيبين. الحركة تفضلت بيه وخاصة في موضوع الأطباء، كان في اجتماع السيد الرئيس اللي حضرناه قوى الشبابية، كان هناك ممثل لنقابة الأطباء وعرض وقدم للمستشار عادل منصور ملف
خاص بفكرة الإضراب. هذا الإضراب معلن بقاله 4 أشهر، وهو قال له ان احنا هنعمل اضراب في شهر يناير، وطلب منه التدخل من الحكومة لمحاولة حل هذه الاشكالية. واحد، خلينا نقول بس الموضوع، منظومة الصحة بالفعل محتاجة تطوير كثيرا. اعتقد ان ده جاء في لجنة 50 استشعاروا الخطر اللي موجود في الصحة وفي التعليم، وبدأوا ينصوا على رفع موازنات الهيئات الخاصة بالصحة والتعليم والبحث العلمي وغيره اللي وضعت في نسب مطروحة، ودي كانت شيء خطوة صحيحة في وضع دستور يليق بمصر ما بعد 25 و30 يونيو. لكن الأزمة بالفعل أن الوضع متردي جدا، هناك حقوق وحزمة من حقوق بيطالبوا بيها، مش بس حقوق خاصة برفع المرتبات خاصة بالأطباء لكن منظومة الصحة كلها. في حديثي مع بعض الأطراف الداعين للإضراب أكدوا أن منظومة الطوارئ لن تضرب، يعني فكرة ان الاقسام الطوارئ داخل المستشفيات هي شغالة، الحالات الطارئة لاستقبال الناس، وثانيا هو اضراب جزئي وليس كاملة، وليس كاملة ان ده قطاع لا يمكن يحدث فيه اضراب كلي. يعني زي كده لما اقول مثلا ان الشرطة او الجيش او الاطباء بيعملوا اضراب، دي قطاعات لا يمكن يتعمل فيها اضرابات، لكن هناك حقوق لابد ان هم يسعى عليها، واعتقد ان الاضراب جزء من التحرك، لكن لابد ان يكون في شكل عقلاني وبالذات ومنظم، بالذات لما يكون في قطاع تمس مواطن الخدمات الأساسية للمواطنين المحتاجين بالفعل الخدمة، واللي بيتوقف عليها الحياة والموت طبعا. يعني ده ما يتوقفش عليها ان انا راح استخرج شهادة او حاجة، لكن اعتقد اني محتاج تدخل سريع من الدولة، مش بس في قطاع الصحة بأمانة، في قطاعات عديدة محتاجين نهضة حقيقية ورؤية سياسية. اعتقد اني جزء من انا اثق جدا في الدكتورة منى مينا وادائها المشرف، واعتقد اني لابد يبقى في تطوير كمنظومة الصحة كلها. يعني الموضوع مش بس يتوقف على رفع كادر اطباء او مرتباتهم، لكن الموضوع يشمل كيفية تقديم رعاية صحية حقيقية، اسلوب الطبيب مع المريض ايضا محتاج اعادة تغيير وفلسفة اخرى، تقديم الخدمة نفسها. يعني الموضوع مش بس موضوع مالي، الموضوع اكبر من كده بكتير، جزء كبير جدا احنا محتاجينه في مصر عشان المواطن يحس ان في تغيير حقيقي حصل بعد 30 سنة كاملة من الفساد في كل القطاعات. ده جزئية. الجزئية الاخرى، واعتقد ان الرئيس وعد، يعني انا كان في هذا الاجتماع وعد الرئيس ان هو هيحاول يتدخل مع الحكومه لمحاوله تنفيذ بعض المطالب اللي تقدر انها تحقق. يعني هو حتى جه في موضوع رفع الماليه قال له انا ما عنديش فلوس، يعني الدوله في وقت مش ما عندهاش حرج القدرات الماليه، ما عندهاش قدره ان هي تلبي الاحتياجات الفئويه المطالب، لكن هو قدم له بعض المقترحات زي ما كنت انا سمعت الدكتوره منى من دلوقتي ان في بعض الفلوس داخل وزاره الصحه بتصرف في اماكن مش في أماكنها، قدر عن طريق إن هو يوفر أو يستقطع هذا الجزء إن هو يعوض به قسم كبير جدا من الموضوع. يعني ده الجزء الخاص بالإضرابات وبالذات موضوع الصحة المطروح الآن علينا، وأتمنى إن هو يعدي بخير وبالذات في التوقيت الحرج اللي هو قبل الاستفتاء على الدستور، وإن شاء الله يكون يخرج بشكل ما يضرش المواطن، أهم شيء، ويجيب حق اللي معه حق. يعني الإضراب لازم يحقق الطرفين، لا يضر المواطن عادي ويجيب برضو الحقوق المشروعة اللي بيسعى ليها طالما إن هي ما لا تيجي على أهداف المواطن البسيط. أستاذ طارق، بتقارن ازاي في المشهد خاصة من ناحية الإعلام قبل 30/6 وبعد 30/6 في 2013 ومحاولة السيطرة طبعا اللي كانت بتفرض بشكل أو بآخر؟ يمكن الإعلام أكتر حد أنا فاكر في عهد مبارك كان بيلوم دايما ودايما بيوقع كتير من أنه مصر بتمر بمراحل صعبة بسبب الإعلام، وايضا نفس الكلام في عهد المجلس العسكري السابق، ونفس الكلام في عهد مرسي. فالاعلام دايما في كل عهد بيكون بيوجه ليه اللوم على انه سبب في البلبله وعدم الاستقرار والمعاناه الاقتصاديه والسياسيه، وكان الاعلام هو اللي بيدير الدوله. وده شيء غريب جدا، سواء كان الاعلام بقى موجه بعضه مستقل لبعضه، اي حد بيطلع الشاشه من حقه ان يقول رايه، الناس تقتنع او ما تقتنعش، تقدر تقلب تجيب قناه غيرها. صحيح. يعني المساله المفروض طالما انا عندي حريه اعلام يبقى الاعلام لا يلام في شيء وله الحريه في انه يبدي كل الاراء ويعطي كل الاراء، لكن لو وصل الى الحد اللي شفناه من عملية تحريض مجتمعي زي ما شفنا في اعلام الاخوان، لانه الناس بتقول ان في عصف بحرية الإعلام بأنه تم غلق قنوات التابعة للإخوان وأتباعهم، وإن كان
الجزيرة مباشر مصر ما زالت بتبث، وإن كان بعض قنوات الإخوان اللي بيستغلوا بعض الخلل التقني موجودة على النايل سيت ويقدر البعض يشوفها بتبث بشكل غير قانوني، يعني بشكل غير قانوني في قرار طبعا من وزارة الإعلام ووزارة الاستثمار إنه من المفترض أن القناة دي يعني خلاص يعني تتوقف. يمكن الإخوان كان عندهم أزمة كبيرة جدا مع الإعلام، لأنه الإعلام فضح ممارساتهم بشكل كبير، وهم ابتدوا يحاولوا أنهم يجابهوا ده بإعلام يتبع ليهم، لكن هم فشلوا بشكل كبير، لأنه هو سواء كانت قناة مصر 25 أو الجزيرة أو غيرها كان بتقدم إعلام متدني، وما كانش كان بيقدم أو بيرد على حقيقة وقع بمجموعة من الكاذب. ونشوف الترويج لدستور الإخوان في هذه القنوات كان رد على معارضيه فقط بالظبط، وكان بيحاول ينال ايضا من بعض المعارضين وبعض الاعلاميين على تلك القنوات باسم الدين، وكنا بنشوف على هذه القنوات بيروج لهذا الشكل. ويمكن اول ناس كان بيطلع لهم قرارات اعتقال وكان من المفترض انها تتم بعد خطاب مرسي، هم كانوا حوالي 44 شخصيه معظمهم من الاعلاميين. يعني مرسي كان بيخطط الى العصف بالإعلام بالكامل والقبض على كل الإعلاميين اللي بيظهروا على الشاشات، 44 شخصية ده في خطابات، يعني خطابات من المفترض أنها موجهة للشعب يكون فيها حديث عما يخص اهتمامات المواطن والشعب، كان فيها التهديد اللي حضرتك بتتكلم عليه. صحيح، هم زي ما بقول لحضرتك كانوا عندهم أزمة رهيبة مع الإعلام، وكانوا بيحاولوا أنهم يجابوه بقنوات أخرى لكن ما قدروش، فحاولوا أنهم يقطعوا الألسنة دي ويكمموا الأفواه، لكن كان مكانيا. فاصل ونرجع ونكمل 2013 وما حدث فيها من إنجازات وتراجعات.